وفي أخبار الاقتصاد، كشفت وزارة المالية عن احتمال مناقشة مقترحات الوحدات والوزارات الحكومية الاتحادية للموازنة بنسبة تجاوزت 60%. وأكدت آمنة أحمد سعد وكيلة الوزارة أن الأداء في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل يسير وفق المخطط له، وشددت على ضرورة التزام الوحدات والوزارات بتسريع مناقشة مقترحاتها مع جهات الاختصاص بوزارة المالية على أن تكتمل مناقشة كافة المقترحات في صورتها النهائية في مدى زمني لا يتجاوز يوم الأحد القادم 8 ديسمبر الجاري، حتى تتمكن الوزارة من إعادة أو إعداد مشروع الموازنة في وقته، توطئة لرفعه للجنة العليا للموازنة بغرض إجازته. يذكر أن وزارة المالية أعدت غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم وخلال العطلات الرسمية لمناقشة مقترحات الوزارات والوحدات الحكومية. كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم عن سياسات جديدة تعمل على تقديم نشاط التعدين. جاء ذلك لدى لقائه عماد التومي الرئيس والمدير العام لمجموعة مناجم العالمية للتعدين التي تعمل بالسودان. وقال الوزير إن الدولة تعول كثيرا على زيادة إنتاج الذهب، وأنها حريصة على تهيئة بيئة الاستثمار حتى تكون جاذبة لكافة الشركات العالمية، وتعهد بإزالة كافة المعوقات التي تواجه شركات التعدين بالسودان منها التعديل الأهلي، ورحب برغبة شركة مناجم في توسيع استثماراتها في مجال التعدين بالسودان. أعلن وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان شريف أن وزارته اتخذت العديد من الخطوات من أجل ربط الوزارة بالمنتجين في كافة ولايات السودان. وكشف الوزير عن وجود فجوة كبيرة بين الوزارة والمنتج خلال المرحلة الماضية أسهمت في ضعف الإنتاج وغياب البحوث العلمية المتصلة بالمنتجين، وأشار خلال ورشة تبادل المعرفة وعرض منتجات تأمين مؤشرات الطقس لدعم صغار المزارعين والرعاة، أشار إلى أن المشروع أفلح في الوصول إلى صغار المنتجين المستهدفين بمخاطر التغيرات المناخية. وقال إن الوزارة تعكف على إنشاء صندوق للتنمية الزراعية على المستوى الاتحادي والمحلي بغية الارتقاء بالعملية الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي بالسودان. وجدنا إنه في كمية من التحديات والفرص المتاحة في إطار هذا المشروع اللي تم تنفيذه بواسطة المجلس الأعلى للبيئة في السودان على أساس أن تتكامل الجهود مع القطاع الزراعي والوزارات المختصة عشان ندعم المنتجين اللي هم أساس هذه الورشة، هم المستهدفين بهذه الورشة. في السابق كان هنالك أجهزة موازية كثيرة، ونرجع ونقول إنه بعد التكليف وجدنا إنه وزارة الزراعة عندها تحديات كبيرة. نبدأ بأولا المنتجين المشاركين الآن، هنالك فجوة كبيرة بين الوزارة والمنتجين في السودان، يعني ما في إدارة داخل وزارة الزراعة مختصة بتنظيم المنتجين على أساس إنهم يتلقوا الخدمات المطلوبة من الوزارة ويعكسوا التحديات اللي بتواجه المشكلات تحت الإنتاج والإنتاجية بالنسبة لهم وعلاقتهم بالسوق والصناعة والصادر، كل المشكلات والتحديات اللي بتقابل المنتج. فوجدنا إنه في تحديات كبيرة وفجوة كبيرة جدا. في السياق، قالت المديرة الوطنية لمشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ راشدة حسن دفع الله أن المشروع يستهدف مساعدة صغار المنتجين في المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية، وأشارت إلى أن المشروع عمل خلال المرحلة الماضية على تمليك عدد من المنتجات التي تساعد صغار المزارعين والرعاة على التغلب على المتغيرات البيئية. السودان طبعا يمكن كلنا عارفين أنه يسخر بالموارد الطبيعية خاصة في القطاع الزراعي، لكن يواجه للهشاشة الموجودة يواجه خطر التغيرات المناخية. هذا المشروع يعمل أو يقدم نموذجا في تقديم تقانات حديثة لصغار المزارعين وصغار الرعاة للتصدي لهذه المتغيرات. نحن نقدم هذه الورشة كوعاء للمعرفة لما قدمه المشروع طيلة 5 سنوات. بداية هذا المشروع في نوفمبر 2014 وسوف ينتهي بإذن الله في 30/6/2020.